الو، ناخد الترسيد ريشيو ونكمل. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي دريت بين سايد لين، لا قصدي ريشيو كبير، بريمتر اوف سكوير اند بريمتر اوف كولاترال تراين. ثانيه واحده بقى عليا كده، ادي السكوير، عايز البريمتر بتاع السكوير. ممكن اقول مثلا دي سكوير وخلاص. شوف بريمتر اوف كولاترال تراين، ممكن نقول ايه؟ كولاترال ماشي، ترانج اصلا السكوير عامل كده والايكولاترال ترانج عامل كده. هو ما بيسالش على سايد بقى دلوقتي، بيسال على بريمت. طب احنا لو اعتبرنا من السايد 1 اهو 1 1 1 1، البريمتر هنا بقى كام؟ 4 على لا، وهنا ده لو السايد بتاعه 1 1 1 1 1 يبقى البريمتر بقى 3 يبقى الحاجه اللي ايه؟ عيني مش عارفها قوي. ارسم الرسم يوضح لي الدور. هو اصلا جايب لي في الاخر حته كده على اللحظه بيقول لي ايه؟ If the side lengths of each of them is 3. على فكره مش هتفرق، يعني عارفه لو السايد دول كلهم كانوا 3 والسايد دول كلهم كل واحد كان 3 برضه كنت هتعمليها بعد ما تعمليها. لا تعالي جربي كده، لو جربنا على الرقم اللي هو جايبه ده، هو بيقول لي لو كل سايد منهم 3، والله لو كل سايد منهم 100 مش هتفرق، هتطلع نفس الريشيو. بصي بس بشرط يكون السايدز هنا زي هنا نفس الاطوار، عارف كده؟ ايه يعني البريمتر هنا هيطلع 12 لان المجموع دول عملناه بلس هيطلع 12. طيب والبريمتر هنا هيطلع 9. لو انا عملت 12 ديفايدد 9، ما احنا اتفقنا كده كده انا اي انسر بعد ما اخلص الكالكوليتر بتاعتي وادوس 12 ديفايدد 9 هيقول لي برضه 4. انت فهمتي يا سلوى؟ فدايما لما يكلمك في حته البرنتر دي افرضيهم كلهم 1 وخلاص، حتى لو هو جايب لي مش عارف السايد ب 20 السايد ب 25، ما تقعدش تضيع وقتك في الكلام ده، انت افرضيهم كلهم السايدز كلهم ب 1 وخلاص، طالما هو بيكلمك في ريشيو جاي متر ريشيو بين الكلام ده معايا. المساله اللي بعديها سهله، بيقول لي 4 تو 6 ايكوال كام اوفر 3؟ ما فيهاش حاجه دي 2 اعمل 4 تو، ايوه 4 تو 6 هتطلع 12 على 3. طب اللي بعديها برضو نفس القصه، بيقول لي 0.5، يعني ان انا هتلاعب بقى من 0.5، فانا هكتب 0.5 ديفايدد 4 فالكالكليتر هتطلع لي 1 اوفر 8. خلاص اقوم انا كاتب 1 نقطتين، ما هي حالات هو كاتب لي ايه؟ كاتب لي 1 اكتب انا ال 8. ايه معايا يا سلوى ولا مش معايا؟ خدت بالك من الحركه دي؟ هو جايب لك ال 1 2 وسايب لك دي، خلاص انت هتحتاج في ال 8 بس. طيب اللي بعديها برضو جايب لي ايه؟ جايبها لي دخل في الموضوع جيومتري شويه، نفس القصه اهو جايب لي اي بي سي دي اي كده، اي بي سي دي ماشي، وبيقول لي بقى ايه؟ بص الشرط بيقول يعني دي اي قد سي دي قد بي سي قد اي بي. طب ثانيه واحده، انت كده سيادتك مش عايز تديني ارقام صح ولا لا؟ ما لا هو مش عايز يديني ارقام، مش عايز يقول لي ده ب 5 مثلا وده خلاص. انا افرض اي رقم زي هنا، طب طالما ما اديتنيش ارقام افرض اي رقم، يعني ممكن اخليهم كلهم 5 5 5 5، ممكن اخليهم كلهم 4 4 4. اسهل رقم بنقدر عليه ومين بينجز معانا ال 1، اعتبر ان كلهم 1. خد بالك يعني انا لما كنت بجيب البريمتر والسايد والكلام ده انا ما ادانيش اطوال، انا ممكن افرض اي طول على فكره، بس مين اسهل رقم بتعامل معاه؟ طالما انا متاح لي افرض اي رقم بلاش بقى زيرو، الوان بالزيرو فالوان افضل حاجه. يبقى طالما هو ما ادانيش اطوال افرضي كله ونات وخلاص، كله ون، معلش معايا؟ هو مش عايز يديني ارقام، خلاص يا سيدي بقى اديهم كلهم ون خلاص، كلهم 5. بس انا بقى هتعامل مع الوان عشان سهل في الايه؟ في البلس والماينر والشغل. طب هو عايز ايه سي؟ طيب ثانيه واحده كده، وكده كده مش فارقه معايا، حتى انا لو حطيت كل واحد فيهم 200 لان في الاخر بعد ما اخلص هعمل على الكالكوليتر سمبليفاي، فمش ان شاء الله احط كل واحد فيهم بمليون، مش فارقه بعد ما اخلص هقوم عامل ده ديفايدد ده واشوف السمبليفاي ايه. انت معايا يا حلا؟ معايا يا سلوى؟ مايك هو بيقول لي اي بي اي سي تو بي،
طب ماشي، اي سي عندنا بكام وبي اي عندنا بكام؟ انا ملاحظ الاي سي واخد له حتتين كده يعني 1 1 2، ما الاي سي من هنا لهنا يعني الحته دي 1 ودي 1 يبقى 2. طب بي اي واخد له ثلاث حتت ولا ايه؟ لذلك اصل بي اي واخد الحته دي والحته دي ب 1 كمان وكمان 1 يبقى 3، لو لزقناهم في بعض هيعملوا 3. لو انا كتبتها في السمبليفاي في الكالكوليتور برضه هتطلع، لو عملت 2 ديفايد 3 برضه هتطلع لي 2 اوفر 3 او 2 ديفايد 3، يبقى هي اخرها كده. انت فهمت يا سلوى الحته الاخيره دي؟ هو مش قوي. كان هو بيقول لي اي سي، هو الاي سي واخد كام حته؟ اهو اي سي من هنا لهنا واخد ثلاثة حته. ثري الاي سي لا انا بقول لك واخد كام بارت، يعني بصي الاي سي واخد من هنا لهنا فور 1 ومن هنا لهنا كمان فور 1، كانك لزقت القلمين دول في بعض، ده القلم اي بي وانت لازق فيه القلم بي سي كده. لما اقول لك من هنا لحد هنا هتقولي لي ده 1 وده 1 يبقى كله 2 ولا ايه؟ معايا؟ ما هو ما هو ايه؟ هنا من هنا ما تعديش النقط، اشتري ثلاث نقط، لا 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 انا بعد المسافات، المسافه اي بي دي طولها 1 معاها كمان مسافه بي سي معايا طولها 1، يبقى المسافه كلها 2 ولا ايه؟ المسافه كلها 2. طيب هنا بقى سي اي، سي اي واخد المنطقه دي كلها، يعني واخد مسافه 1 وكمان مسافه سي دي اي، انا اسف ده عايز بي اي، معلش بي اي، بي اي واخد كام مسافه؟ بص بي اي منين واخد المسافه دي ب 1 وكمان المسافه دي كمان 1 وكمان المسافه دي، واخد ثلاث مسافات، شايفها؟ مش فاهم، مش فاهمه ولا فاهمه؟ لا فاهم، بس اهو بجد لو مش فاهمه قولي، هو بي اي لا واخد لا فاهم، دي مسافه ودي كمان مسافه، كان واحد مشي كيلو وبعدين مشي كمان كيلو من مدينه سي للمدينه دي وبعدين مشي كمان كيلو من مدينه دي للمدينه ايه. لما واحد يجي يسالني بقى هي المسافه من المدينه بي للمدينه ايه كام؟ هقول له 3 كيلو ولا ايه؟ صح؟ هعد له المدن، يعني مش هقول انا مشيت اربع مدن، لا انا عايز المسافات، انت مشيت من المدينه بي لسي كيلو، مشيت من سي لدي كمان كيلو، مشيت من دي لدي كمان كيلو، يبقى انت مشيت كده 3 كيلو، صح ولا ايه؟ معايا سؤال ولا مش معايا؟ هقول لك انت بقى هتحلي لي، ممكن تاخدي زي ما قلت لك في الاسئله اللي فاتت، خدي يا ستي من كل كويشن مساله واحده، مساله واحده ماشي. يعني كويشن 4 مساله، كويشن 5 مساله، كويشن بس عشان تفتكري بس الحاجات دي، عايز تاخدي لي كويشن 2 كله، كويشن 10 كله اللي هو بعد ده، مش ماشي. بعد ده، خدي لي كويشن 10 كلهم ماشي يا سؤال كده؟ بتشوز اللي هو اللي تشوف ماشي هقول لك كده الاول، وقلت لك ان الهوم ورك هيبقى يبقى الهوم ورك اهو، هقول لك اكسرسايز 1 اكسرسايز 1 المعاصر، معاصر ناخد بقى ايه كويشن 10 كله، كويشن 10 كله خلاص، مع بقى الكويشنز دي ممكن تاخد من كل سؤال مساله، دول ما فاتوا بقى المحصور معايا؟ المرة الجاية هيبقى يوم الأحد برضه؟ مش عارف بقى لسه هرتب مع الأكاديمية، ماشي مش هرتب معاهم وأنا بعرف المعاكس. ماشي؟ ماشي طيب ماشي بس هم هيبعتوا لك دلوقتي ال ال يعني هبعت لك الصور دي إن شاء الله والحاجات دي بس. ماشي، عايز تسألي بأي حاجة ولا تمام؟ لا كده تمام. طيب الحمد لله، السلام عليكم.